ورجعنا لكم بعد الفاصل. وعشان نقدر نتدلع ونبقى مبسوطين لازم صحتنا تبقى سليمة، وفي ظل أجواء الكورونا والكوفيد 19 والقعدة والرحرحة محدش صحته كويسة ومحدش عارف يظبط أكله، كلنا تخنا، نفسيتنا باظت، مش عارفين نعلي مناعتنا. وأحسن حد يكلمنا في إن إحنا إزاي نحافظ على جسم سليم ووزن مثالي وفي نفس الوقت نعلي مناعتنا هي الدكتورة منى المكباتي. هي دكتورة تغذية ومتخصصة تخسيس ونحافة. فحضرتك صباح الخير الأول. صباح النور، أهلا بيك يا نانسي. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك. عايزة نتكلم شوية عن الوزن المثالي والمناعة، نعملها إزاي دي؟ انت اتكلمتي فعلا على الكوفيد 19 والمشكله ان احنا الناس كلها قعدت في البيت وزادت في الوزن وبقت تعاني كتير قوي، سواء كبار او اطفال، بقينا نشوف حالات اطفال كمان كتير جدا من فتره الكورانتين اللي حصلت الفتره اللي فاتت والقعده في البيت. وبدانا طبعا كلنا دلوقتي ننزل نجري على دكاتره التخسيس عشان عايزين عايزين نلحق قبل الموجه الثانيه. قبل الموجه الثانيه بالظبط كده دخلنا فعلا. اول حاجه احنا عايزين نحافظ على جسم صحي ونقوي المناعة، وفي نفس الوقت ناكل أكل صحي بحيث سعراته تكون مظبوطة لكل سن. تمام. ولكل مناسبة لكل وزن. بمعنى أن أي راجل أو أي ست مختلفين في سعراتهم الحرارية زي ما احنا دايما بنقول أو متفقين، والأطفال برضو مختلفة. كل يعني مرحلة عمرية ليها اللي احنا بندلها السعرات المناسبة ليها. نتكلم عن المرأة بقى الأول عشان هي أكتر واحدة بتتخن في البيت بالظبط. وبعدين كيك وبسكوت هي اللي بتعمل الأكل وهي اللي بتزيد في الوزن، دي حقيقة فعلا. بالظبط. فللسيدات بالذات احنا عايزين نقول لهم إن أنتوا محتاجين تحافظوا على صحتكم كويس قوي، تاكلوا أكل صحي، فواكه وخضروات كتير قوي. في فواكه وخضروات لازم نحدد أو نقول إن احنا محتاجينها الفترة دي لرفع المناعة، خصوصا إن احنا في فترة الشتاء، وأكتر فواكه الشتاء من الحاجات اللي هي محتوية على فيتامين سي بكميات عالية جدا، محتوية على زنك، محتوية على ألياف عالية قوي، كلها صحية وسعراتها سلبة. كلمة سعراتها سلبة دي في ناس كتير مش يعني ممكن تبقى محتاجة تفهم يعني إيه حاجة سعراتها سلبة. سعراتها سلبة يعني أنا باخد حاجة ليها كالوريز، مثلا سي تفاح، برتقان، هنقول ان هو سعراته 60 سعر حراري مثلا. تمام. دولت ما يدخلوا الجسم عشان يحتاجوا يتهضموا، يحتاجوا اكتر منهم يعني، فبالتالي بيحرقوا من جوه الجسم. فكلمه أوكي. سعرات سلبه اذا سعرتها اقل. فراوله برضو موجوده الفتره دي، حاجات كتير قوي. خلينا نتكلم الاول، نقول الفواكه اللي هي مهمه في الفتره دي قوي نركز عليها، اللي بتعلي المناعه. اللي بتعلي المناعه. تمام. البرتقال فيتامين سي عالي جدا فيه، يقدر سعراته مش عاليه قوي. ما هو سعراته سلبة. انا اقول لك كل الحاجات اللي سعراتها سلبة والمفيدة في الفترة دي، وفي نفس الوقت يعني بنستخدمها في النظم الغذائية كتيرة جدا كفواكه، ومفيدة انها تعلي مناعتي. حلو جدا. تمام كده. البرتقال، لو قلت لك البرتقال فيه فيتامين سي بكميات كبيرة عالية، ممكن تديك الريكويرمنتس لفيتامين سي يوميا الواحدة، الثمرة الواحدة، حوالي 75% من اللي انت محتاجاه. طبعا البرتقال ومشتقاته، المندرين معاه او اليوسفي، كل دي برضو مشتقات اللي هي وفيها البرتقال ومشتقات وفيها الياف عاليه. تمام. بتساعد كتير على تحسين الهضم في الجسم. حلو قوي. تاني حاجه عندي الرمان. الرمان من الفواكه الممتازه جدا. حديد. فيها حديد وانتي اوكسيدنت عالي، برضو من الحاجات اللي سعراتها سلبه. بالظبط. تالت حاجة كمان ممكن نقول فيها التفاح. التفاح دايما في مقولة تقول انا لو استخدت تفاحة يوميا افضل جسمي صحي طول العمر. حلو قوي. فدي كلها من الفواكه المهمة جدا في الفترة دي. اكلها ثمرة ولا اشربها عصير؟ انا بالنسبة لي بفضل ان احنا ناكلها ثمرة. بتاكليها ثمرة انت بتستفيدي بكل شيء فيها. تمام. بتستفيدي الالياف اللي فيها، بتستفيدي بالفيتامينز اللي فيها، بتستفيدي بالانتي اوكسيدنت موجوده فيها، كلها بتبقى لسه فريش. غير لما بتاخديها عصير، او العصير ده بيكون من العصاير اللي هي الكاند المحفوظه. انا ضد العصاير المحفوظه او ان احنا نستعمل سكر كتير في العصاير. صح. لو انت عايزه تعملي العصير دايما تعمليه فريش. فريش. خصوصا فيتامين سي، فيتامين سي من الحاجات اللي بتتكسر بسرعه جدا. فبالتالي انا لما اخده فريش او اخده ان انا اخده كثمره كامله ده افضل لي كتير جدا. اوكي. طب وايه الخضروات برضو السلبه؟ الخضروات اللي هي مفيده قوي في الفتره دي
عايزه اقول لك السبانخ كل ما هو اخضر مفيد. دايما انا المعلومه دي يعني او المقوله دي اقولها، كل ما هو اخضر داكن مفيد. السبانخ فيها نسبه حديد عاليه جدا واملاح معدنيه عاليه. عندي كمان البنجر، البنجر من الحاجات الممتازه جدا، حديد عالي ومضاد للاكسده عالي. عندي كمان البصل والثوم، تمام، من الحاجات اللي هي مفيده جدا، حلوة. وخصوصا ما تكون فرش، لما تكون فريش. ما تكون فريش، في ناس كتيره بتتضايق طبعا من طعمها فريش، يعني ازاي هاكل بصل مع ان في انواع كتير من البصل ممكن اخدها. وعايزه اقول لك ان البصل مش محتاج ان انت كمان يعني كوكد قوي، لما بيكون فريش بيكون مفيد اكتر، تمام، ومضاد للاكسده عالي جدا، مضاد للكانسر، مضاد، كلها حاجات مضاده يعني بتديني مناعه عاليه جدا في الجسم، وخصوصا في التوقيت بتاعنا دلوقتي احنا فعلا محتاجين نعلي مناعتنا. المكسرات، المكسرات بس المكسرات بتتخن. لا ما هي المكسرات احنا دايما نقول لها حاجتين. بصي المكسرات دي انت ممكن تكوني بتحبيها محمصه ومملح، لا انا مش عايزاكي تاكليها كده عشان ما تزيديش في الوزن. اوكي. المكسرات الصحيه ان انت تاخديها غير محمصه، نيه يعني، غير محمصه غير مملحه، نيه. واهم اتنين فيهم عين الجمل واللوز. عين الجمل واللوز لازم تاخدي منهم يوميا حفنه. حفنه يعني ايه؟ ناخد حفنه في الايد، يعني حوالي من 7 ل 10 حبات. انا اسفه هقطع حضرتك، بس احنا هنطلع فاصل صغير ونرجع حالا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين مع دكتوره منى، وعندي سؤال يعني بجد محيرني انا شخصيا. ثبات الوزن، ازاي اعلي معدل الحرق شويه فاقدر ان انا يعني، ناس كتير تعمل دايت اسبوع اسبوعين وتلاقي نفسها خسيت 200 جرام. كم الاحباط. كم الاحباط. ايه ممكن اكلات تعلي الحرق؟ ايه ممكن مشروبات تعلي الحرق؟ المفروض نعمل ايه حتى لو احنا قاعدين في البيت مثلا في فتره الكورونا والحجر المنزلي وكده، نعمل ايه؟ بصي موضوع زياده معدلات الحرق ده بيبقى قابلنا كلنا، قابل كل الناس الصغيرين والكبار. ازاي ازود معدلات حرقي وازاي ما يجيليش احباط لما اعمل دايت وكل ده؟ اول حاجه طريقه الحياه، احنا ما بناكلش وجبات منتظمه في مواعيد منتظمه، صح، ولا بناخد سناكس في النص. ناس كتير بتعتقد انها هي لما بتاكل وجبه واحده في اليوم خلاص هي كده ممكن تخس. انا كده خسيت. كده خسيت فعلا. وفي ناس كتير ما بتفطرش الصبح كتير جدا، يقول لك انا اخدت فنجان النسكافيه بتاعي ونزلت، او كوبايه القهوه بتاعتي ونزلت. اذا اول حاجه معدل الحرق يبتدي امتى؟ ان انا افطر الصبح واخد وجبات في مواعيد منتظمه، بالليل تكون الوجبه بتاعتي خفيفه، وفي نفس الوقت قبل ما انام من ساعتين لثلاثه. يعني بنفطر الصبح فطار الملوك ونتعشى عشاء الفقراء. بالظبط كده. حلو. ليه؟ لان فعلا ده يعني دايما كانت تقال معقوله كده، بمعنى ان انا اقدر افطر فطار صحي الصبح عشان ده اللي بيديني اليوم والطاقه كلها، وبالليل اخد حاجه خفيفه علشان جهازي الهضمي يبقى مستريح واقدر انام. في نفس الوقت مواعيد انتظام مواعيد الغداء ووجبات اللي هي ما بين الوجبات الخفيفه، ما بين الفطار والغداء والغداء والعشاء، ده بينظم جدا معدلات الحرق. تاني حاجه شرب الميه، ودايما باكد عليها احنا في الشتاء، ناس كتير قوي الاقيهم في الشتاء اصل انا ما بشربش، ما بنعطش، ما بعطش. شرب الميه مش محتاج عطش، شرب الميه ده انت بتحددي لنفسك كميه ميه لازم تشربيها خلال اليوم، ريكويرمنتس الطبيعيه من 2 ل 3 لتر في اليوم، وفي الصيف ممكن تزيد كمان عن كده. اوكي. كتير يقول لك انا بنسى، اقول له طب اظبط الموبايل بتاعك دايما بروجرام يفكرك الارم بانك تشرب ميه. اشرب ميه. اصحى من النوم الصبح اشرب ميه، ده مهم. وبرده في حاجه مهمه قوي دلوقتي بقول، اصحى من النوم الصبح اشرب ميه، حط عليها معلقه عسل ابيض، حط عليها نص ليمونه، يزود معدلات الحرق معاك ويديك مناعه قويه في الجسم. حلو قوي. طب في مشروب مثلا نشربه قبل ما ننام برضو يعلي، بحس ان انا وانا نايمه اعلي معدل الحرق عندي مثلا؟ في مشروبات كتير جدا زي القرفه في الشتاء حلوه، جنزبيل، القرفه والجنزبيل، الشاي الاخضر، بس انا بفضل اخد الشاي الاخضر دايما خلال اليوم او الصبح. القهوه الخضراء برضو بتعلي معدلات الحرق. برضو هي زيها زي الشاي الاخضر، فيها نسبه كافيين عاليه، فانا اقدر اخد دول بالنهار علشان ما يبقاش في سهر بالليل او نسبه كافيين كتير بالليل. تمام. مع ان دلوقتي بقى في انواع كتير بيستخلصوا من القهوه الخضراء دي بتبقى دي كافينيتد، يعني بيشيلوا منها نسبه الكافيين العاليه دي، ويشيلوا ما تبقاش كمان روستد، يعني ما تبقاش محمصه، فبتخليكي تنامي بهدوء بالليل، وتخلي الناس اللي عندهم بعض الامراض زي امراض القلب او الضغط العالي ما يتعرضوش لانهم يجي لهم اي مشاكل صحيه مع القهوه الخضراء. حلو قوي. احنا معانا دلوقتي صور على الشاشه
المفترض ده كانت الحالة دي ايه؟ الحالات دي حالات هايفو دايما. حالات الهايفو دايما ده عبارة عن جهاز بيحسن الكولاجين في البشرة ويعمل ليفتنج في الوش. حلو. وتلاقي بيخلي الوش ما يبقاش فيه تهدل. طيب في حالات الانتي ايجنج يعني؟ بصي مش لازم الانتي ايجنج. احنا بقينا نتكلم في موضوع النضارة والاهتمام بالبشرة من سن صغير. صح. ليه بقى؟ هقول لك عشان احنا واحنا صغيرين من بعد سن ال 20 او ال 25 بيبدا الكولاجين يقل. اذا لازم تهتمي ببشرتك اهتمام كويس. ايوه فعلا. فالاهتمام بالبشره ممكن الهايفو ابداه من سن صغير. ودي كانت دي كانت دي كانت حاله وزن عالي. واحنا عملنا معاها حاجات كتير قوي. كانت عملنا معاها جلسات وعملنا معاها دايت وعملنا معاها حاجه جديده جدا كانت لسه نازله اول مره تنزل مصر اللي هي الفود ديتكتيف او التحمل الغذائي. بمعنى كان عندها مشاكل في بعض الاكل. شرط الاكل ده يكون مش صحي، اكل صحي بس هي بس عامل لها مشاكل حساسيه من بعض المأكولات او كده. بالظبط. ونزلت وزن بس ما كانتش في فتره طويله عشان تنزل وزن. ودي الدبل تشين بقى اللي حضرتك بتقولي عليها. بالظبط. دي الدبل تشين اللي انا بقول لك عليها. ودي بنعملها بالهايفو. الهايفو بيدي نتائج ممتازه جدا بعد كام جلسه. بصي الهايفو وانا بشتغل بيديني نتيجه دايما اقول للعين بتاعي من 20 ل 30% ودايما المرايه في ايديه. تمام. خلال فتره شهر لثلاث شهور بدي نتيجه اكتر. يعني دي بعد كام شهر؟ دي كانت في نفس الوقت. يا دي النتيجه دي كانت في نفس الوقت بس هي بتشوف نتيجه اكتر. حلو جدا. النتيجه كمان يعني النتيجه دي نتيجه وقتيه. نتيجه بتبان اكتر بعد فتره. عايزه اقول لك ان الهايفو دلوقتي كمان بقى فيه هايفو. هايفو بالظبط. طبعا ده هايفو للدراع. لان في هايفو للبادي للجسم. وهايفو للوش. والاثنين دلوقتي بقوا عندنا لكل واحد منهم تكنيك ولكل واحد منهم يعني هاند بيس او جزء في الجهاز بنشتغل بيه. حلو جدا بجد. وفكره يعني الهايفو الحالات دي فعلا يعني جديده وفي نفس الوقت افكتيف. الهايفو الاجهزه اللي هي التكنولوجي اللي هي الهايلي فوكست الترا ساوند. جهاز سيف جدا في نفس الوقت هو جهاز تجميلي غير جراحي وبيديني النتائج اللي انا عايزاها يعني في وقت الجلسه. حلو. ويفضل النتيجه مستمره معاكي من شهر لثلاث شهور. حلو جدا. دكتوره منى انا بشكر حضرتك بجد. حضرتك يعني قلت لنا معلومات حلوه قوي وكان نفسي نطول اكتر للاسف وقت الحلقه بس ان شاء الله خليكم معانا انتظرونا لسه مكملين ومعانا فقره جديده من نص الدنيا.